بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي الطلبة كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم التاسع والثلاثون وفي هذا الدرس سندرس جمل متداولة في تصريف أفعال النهي. تصريف من الصرف، أنتم درستم علم الصرف يعني عندما نقول فعل ماضي وهناك فعل مضارع وهناك الفاعل فمثل هذه التصاريف اي تغير الصيغ الصيغه تتغير من حال الى حال ومن صيغه الى اخرى فهذه افعال هي تتعلق بتصاريف افعال النهي احيانا اقول لا تصفر وأحيانا نقول لما صفرت صفرت فعل ماض ولا تصفر فعل مضارع فتعالوا إلى هذه الدروس المفيدة والممتعة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم درسنا هذه الجمل جمل متداولة في تصريف أفعال النهي وعرفتم معنى النهي المنع سابقا درسنا أفعال الأمر وأفعال الطلب، والآن أفعال النهي. درسنا لا تصفر ومعناه وكذلك لماذا صفرت؟ فنتقدم إلى الجمل الآتية. نعم هنا عفوا لا أكررها مرة أخرى لا أكرر لا أعيد أعاد يعيد لا أعيد هذا الفعل مرة ثانية لا أعيد نهي لو تاونغا أي لا أفعل مرة ثانية فمثله لا أكرر ما اسكو اس تكرار نهي كرونغا لا أكرر هذا العمل مرة أخرى ثم لا تصفق في المسجد صفر سيتي صفق تاليا بجانا تاليا بجانا لا تصفق تعليم مد في المسجد أما تخشى الله أما تخاف الله أما تخاف أما تتق الله كعب الله سي نهي درته؟ خشيت نهيه أما تخشى الله تعالى والله ما تجرأت على رفع صوتي في المسجد ما تجرأت مني كبي جرت کی. ما تجرأت على رفع صوتي كما ابني أعواز رفع الصوت رفعت الصوت رفعت الصوت من أعز بولنكي ما تجرأت على رفع الصوت أعز بلنكرنك منك نهيكي في المسجد فكيف لي أن أصفق فيه تكيس ممكن هي أن أصفق فيه كما المسجد ما تالیاں بجاؤ لما صفقت في المسجد هذا الآن أسلوب آخر كما قلنا تصاريف افعال النهي لم صفقت في المسجد اما تخشى الله اعتذر عما صدر مني جو مجسي صادر هو اعتذر عما صدر مني واستغفر الله ثم اسلوب اخر او جمله جديده او فعل جديد لا تتثاءب امام الاخرين التثاؤب ما معنى التثاؤب نفهم اتسا اب مانا ہو انگڑائی لینا جس سے انسان کا منہ کھل جاتا ہے سستی کے وقت یا نیند سے نیند آنے سے پہلے لا اب امام الآخرین اوروں کے سامنے انگڑائی نہ لو وضع یا دَ کا فی کا و وا رکھنا اپنے ہاتھ کو رکھو اعلی فی کا اپنے منہ پر ان سہ کا أبني آپ کو اولا انصح نفسك اولا نصح ينصح نصیحت إن انصح نفسك اولا فأنت أكثر مني تثاؤبا بلى اپنے آپ کو نصیحت فأنت کیونکہ أكثر مني مجھ زيادة تثاؤبا انگڑائی لینے والے ہیں فأنت أكثر مني تثاؤبا فقال مالك لك أمام الآخرين کیا ہوا ہے تجھے تثابتا کہ آپ نے انگڑائی لی فی الفعل الماضي یعنی يعني فی الماضي امام الاخرین ولماذا لم تضع يدك اور کیوں آپ نے ہاتھ نہیں رکھا وضع يدك لماذا لم تضع يدك آپ نے ہاتھ کیوں نہیں رکھا على فيك أبني موبر المعذرة كنت ناعسا ناعس بمعنى نين كي هالت مهونا نين ذو کن نعسا جدا بہت زیادہ میں گہری اس میں تھا ونسیتو اور میں بھول چکا تھا ان اضعا یدی کہ میں اپنا ہاتھ رکھوں علا فیا اپنے منہ پر کن نعسا نعس بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں نعسان, نعسان 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 مثل عطشان عطشان یعنی بہت زیادہ پیاسا ہونا اسی طرح نعسان بہت زیادہ اونگ کی حالت میں ہونا ثم بعده لا تتجشأ بصوت دكار لينيكو التجشؤ كتنه دكار دكار لنا لا تتجشأ بصوت أفاس دكار متلو أثناء الدرس سبق درميان سبق دوران وقتم جشاءك بكفك وقتم أنا أخفي چپاو اخفا یخفی چھپانا وقتم تم اخفی چھپاؤ کتمان کتمان کے اس میں وقتم تم کتھا یک تم الامر منہ اکتم وقتم وق تم جوشا اکا اپنے ڈکار کو چھپاؤ بیکفی کا اپنے ہاتھ سے مالا کا و مالی آپ کو کیا ہے اور مجھے کیا ہے یعنی آپ اپنے کام سے کام رکھیں میرا اپنا کام ہے دعنی مجھے چھوڑ دو وشعنی اور میرے عمل کو بھی مالک و مالی آپ کو کیا ہو گیا ہے میرے پیچھے پڑے ہیں و مالی اور ہم دونوں کا کیا تعلق ہے کیا واسطہ ہے کیوں مجھے نصیحت کر رہے ہو دعنی و شعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو لا تحاسبنی نہیں کل شعیع ہر چیز پر میرا محاسبہ مت کرو لا تو حاصبنی ہا صبا یو کسی کی جان پرتال کرنا اس سے پوچھنا ثم نتقدم قليلا اسلوب اخر لما تجشأت كيو دكاري يا بصوت نهواسي اثناء الدرس وما لك أور نهي لم تكتمه ابني نهي شوبايا بكفك اپنے هاس عفوا لا اعاود هذا مرة اخرى عاود يعاود مثل اعاد يعيد دبر اللوردانا كما سبق فوق لا أكرر مرة أخرى هذا مثله لا أعاود لا أعاود ولا أعيد هذا مرة أخرى مرة ثانية لا أفعل لا تصرخ في الصف لا تصرخ شيخنا صرخا يصرخ يصرخون لا تصرخ في الصف کلاس میں مچیخو اما خافو کہ آپ نہیں ڈرتے ہیں یس ماہ کہ آپ کی اس آواز کو استاد سن لے گا اخبرنی اولا مجھے پہلے بتاؤ اخبرنی اولا من اللذی قولا کس نے آپ کو اس پر ابھارا من اللذی اول کس کو آپ نے ابھا کس نے آپ کو ابھارا بے عنتھ مورنہ و تنہانہ کہ آپ ہمیں حکم کریں اور ہمیں منع کریں آپ کو کس نے یہ چیز سونپی ہے یا کس نے آپ کو ابارا ہے بے انتھ مورنہ کہ آپ ہمیں حکم کریں و تنہانہ اور ہمیں منع الامر و فہمنا هذا نہ لمادا سرختہ ففی کیوں آپ کلاس میں آپ نے آپ چلائے اور آپ نے چیخا اما خفتہ اما خشیتا اما تخشى أن يسمعك المعلم كي أبكو معلم سن استاذ سن اخطأت مش غلطی اخطأت اخطأت من الخطأ انا اخطأت مش غلطی عفوا وارجو المعذره ورمي میں عذر کا امیدوار ہوں معذور بعده لا تشاجر الاخرين شاجرة يشاجر من المشاجرة المشاجرة مترادفه مجادلة لا تجادل لا تجادل الآخرين أليسوا إخوانك كيوا تماار لا تجادل الآخرين أليسوا إخوانك كيوا تماار أتعنيني بهذا الكلام أتعنيني بهذا الكلام إنه اس بات سے مجھے مراد لیتے ہو کیا آپ مجھے ایسی بات کرتے ہو کیا مجھے آپ نے اس بات کا ٹھہرایا ہوا ہے کہ یہ بات میرے میں ہے عطا اس بات سے مجھے مراد لیتے ہو بیاحاد الکلام تتق اللہ کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے متا شاجر میں نے کب اس سے لڑائی کی ہے متا کب متا کب میں نے لڑائی کی ہے ان سے لماذا شاجرت الاخرین اوروں سے کیوں جھگڑے اپ کیا وہ تمہارے ہے؟ فقال هنا اعتذر میں معذرت کرتا عمّا صدر مني جو مجھ سے صادر هو جو جس کا میں نے اعتذر عمّا ان چیزوں سے صدر مني جو مجھ سے صادر ہوئے هذا يكفي اليوم وسناخذ ان شاء الله درسا جديدا وهذه الجمل من السابع ان شاء الله وسنفهم هذه الأفعال الجديدة والأساليب وتصاريف أفعال النهي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله